مرحبا ماميز، كيفنا اليوم؟ حلقتنا اليوم أو الحديث اللي بدنا نحكي عنه عن تنمية الذكاء العاطفي للطفل. احنا بنعرف انه في أنواع ذكاء كتير. هلأ أول شي رح نحكي عن الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي معناته القدرة على انه نحنا نفرز العواطف الشخصية والذاتية وكيف بنستخدمها بشكل افضل، يعني كيف بنستخدم عواطفنا بشكل افضل، كيف بنعلم الطفل يستخدم عواطفه بشكل احسن. كولمان عرف الذكاء العاطفي على انه القدرة على معرفة الشخص شعوره الشخصي وشعور الآخرين وتحفيز نفسه على إدارة عواطفه بطريقة سليمة ومناسبة بعلاقته مع الآخرين. يعني إذا اعتبرنا الوضع عن نحن الكبار، إذا كنا بالشغل وصار معنا حدث أو ما بعرف المدير بهدلنا ونحن معصبين، نرجع على البيت منفش خلقنا بالولاد، هيدا منو ذكاء عاطفي. الذكاء العاطفي هو انه نفصل حالة التعصيب يلي صارت بالشغل عن يلي حالة العاطفة يلي بدنا نعطيها بالبيت. ما بعرف اذا قربت الفكرة، بس هلأ من الامثلة يلي حاعطيها حتعرفوا شو معنات الذكاء العاطفي للاطفال. أول شيء لتنمية الذكاء، أول نصيحة هو إنه نتحدث مع الطفل عن شو بيحب وشو بيكره. لازم نفهمه إنه هو كل إنسان فريد واهتماماته ومشاعره غير اهتماماته ومشاعر الناس التانيين. أنت بتحب هالشغلة غيرك ما بيحب هالشغلة، انت بتحب تلعب بهالالعاب غيرك ما بيحب يلعب بهالالعاب، هن بيحبوا يلعبوا بالحيوانات انت بتحب تلعب بالسيارات. لازم يعرف انه هو فريد واهتمامات كل شخص غير الاهتمامات التانية. ولازم اذا مدنا بعد ما نحضر نحن وياه موفي او نقرأ قصة حسب العمر اكيد، نتناقش نحن وياه عن الشخصيات يلي حبها والشخصيات يلي ما حبها وليه. دايما مثلا ليلى والذئب، ليه حبيتها لليلى، ليه ما حبيت الذئب؟ مش انا بدي اساله، انا بدي اساله انه انت اول شيء بدي اساله ليه هو مين حب ومين كره، بس كلهم بيكرهوا الذئب. مشان هيك قلت ليه حبيت ليلى وليه بتكره الذئب. هيدا اذا كان صغير، اما اذا كان كبير وعم يحضر موفي فينا نسأله اكتر شو الشخصية اللي حبيتها وليه حبيتها وشو عملت لحبيتها او ليه كرهتها وشو عملت لكرهتها، هيك عشان يعرف انه في شخصيات مختلفة بالدنيا وكيف منتعامل مع كل شخصية. تاني شي يلي هو ما لازم يتقارن بالاخرين، هيدي بتشوفوها بكل فيديوهاتي، اذا حضرتوا الفيديوهات يلي قبل حتعرفوا انه انا بقول ما تقارنوا ابنكم بولا حدا، لا خيو لا اخته لا ابن اختك لا ابن عمته ولا حدا، ما تقارنوا بولا حدا. هو مميز بحد ذاته مثل ما هو، شخصيته فريدة مميزة عن غيره، كل حدا له عقله وكل حدا له شخصيته، ما تقارنوا ولادكم بحدا تاني. رقم ثلاثة، لازم نعلم ابننا يتعاطف مع الآخرين ويحدثهم عن مشاعره ومشاكلهم. يعني إذا شاف رفيقه زعلان يسأله لرفيقه ليه زعلان، يراضيه، يمسح له على راسه، يعطيه كلينكس يمسح دموعه فيها. من هنا وصغار لازم نعلمهم كيف يتعاطفوا مع الآخرين. وهيدا نحنا كيف منعلمهم؟ منجي هو بعد المدرسة منسأله كيف كانت المدرسة، مبسوط اليوم، زعلان اليوم، مبين عليك تعبان صح، خلص عود ارتاح، انت شو بدك اعمل لك؟
يعني حاول أنا فهمه كيف بيتصرفوا لما يشوف حدا تاني متضايق أو زعلانين. بين عليك زعلان اليوم، لشو صار معك بالمدرسة؟ ما بعرف، مخانق هو رفيقه، قالت له المعلمة شي زعلته. بنفهمه أول شي إذا كان غلطان، أما إذا ما كان غلطان منحاول حرام نعبطه منبوسه، هيك منعلمه كيف يتعاطفوا مع الآخرين. رابعا، احترام الأصدقاء، بدنا نعلمه كيف بيحترموا رفقاتهم، وإنه الرفقة دايما إلهم عاداتهم وتقاليدهم وإلهم أفكارهم. ما ضروري إذا رفقاتنا يكونوا كوبي بيست عنا، ما ضروري إذا رفقاتنا يكونوا بفكروا مثلنا، ما ضروري إذا رفقاتنا يكونوا مثل ما نحن مثل ما هن. أكيد لا، كل شخص كل حدا إله غير، خصوصا مع تنوع الأجناس والبشرات واختلاف يلي بيشوفوه بالمدرسة كبير. دايما لازم نفهمهم إنه هن رفقاتكم، بس كل حدا بفكر شي. يعني هن امهم بتخليهم يعملوا هيك، بس انا مثلا انا ما بخليهم يعملوا هيك، لانه عنا اختلاف بالعادات بالاعراف بالجنسيات بكل شيء بالتقاليد. دايما هيك بفكر، بفهمهم يعني. ولازم نحترم مواعيدنا معهم، يعني منبلش من حالنا. اذا نحن عنا مواعيد وعيد ميلاد لولد وخدنا قبلنا عوقت عيد الميلاد، حيتعلم من هون، منبلش من الأمور البسيطة يعني، حيتعلم هو إنه عيد ميلاد الساعة 4، يعني أنا بدي أروح الساعة 4. حيتعلم على المواعيد واحترام المواعيد. أنا كل يوم بدي أوصل على المدرسة الساعة 7، قايلين لي المدرسة 7:30 آخر شيء، ما بوصل ابني 8 إلا ربع أو 8. يعني أنا شو عم بعطيه فكرة عن احترام المواعيد للولد؟ ليه بدي وصله بهالوقت؟ 5، لازم اعرض على الولد مشاكل وشجعه على انه هو يلاقي حل. مثلا اذا صار معك هيك شو بتعمل؟ اذا صار معك هالشغلة بالمدرسة شو ممكن تعمل؟ مش انه اذا اجى رفيقك ضربك تروح بتضربه، لا، هيدا نحن كثير بنسمع اذا ضربك رفيقك روح اضربه، هيدا الحل والمشكله؟ ابدا، نحن عطيناه اياها. لا، بدنا نقول له اذا اجى رفيقك لعندك ضربك مثلا او دفشك او شيء، بدنا نعلمه الاصول. لازم هو يروح يخبر التيتشر عشان التيتشر تعيطه هي اللي تاخد اكشن وتقصص الصبي. لازم نحن نعرض عليه المشكلة ونشجعه على انه يلاقي النتيجة. 6، لازم نشجع الطفل على انه يعطي رأيه امام الاخرين. يعني مش لما اذا حكي ابننا كلمة حد العالم نسكته، في يعطي رأيه عادي، وفي ما يكون رأيه مثل رأينا، وما يكون رأيه مثل رأي العيلة، ويكون له رأي غير رأينا اطلاقا، ويكون عنده مشاعر تانية وكل شي. في يعبر عن اللي بده اياه، اكيد بطريقة يلي حكينا عنها قبل، كيف منعلم ابننا يحكي بين الناس. ولازم دايما نسأله ما شو صار، وانت شو حسيت هيك، يعني لازم نحسسه انه يلي عم يحكي هو كتير مهم. 7، لازم نحن نعترف بالخطأ لما نغلط، عشان نعلم الولد يعترف بالغلط لما يغلط. لازم نحن نعترف بالغلط لما نغلط، وهيدا موضوع كتير مهم وبيأثر بالولاد. انه انا اذا شي مرة قصصت ولد وطلع الولد التاني اللي هو عامل هيدي القصة، وانا فكرت الكبير اللي عامله هالقصة، وطلعت لا، الصغير هو اللي عامل هيدي القصة، فيني اروح عند بنتي الكبيرة واعتذر منها انه اوكي خلاص سوري، انه انا ما عارفة انه ما انت عاملتيها. بالعكس يعني،
هيك حيتعلموا كيف انه الاعتراف بالخطأ كثير كثير هين. 8، لازم نمنحه فرصة ل ياخذ القرار بأبسط الأمور. إنه مثلا هو وصغير بدك تلعب بلوكس ولا ليجو، بدك أقري لك قصة ليلى والذئب ولا قصة سندريلا، بدك تلعب بالحيوانات ولا بدك تلعب بالسيارات. دايما نعطيه اختيار اختيار. هلا الذكاء، الام يلي بتعرف تعطي اختيارين هي بدها اياه، وبتخلي الولد ينقي من الاختيارين يلي هو عنده اياه، يلي هي بدها اياه يعملهم اصلا، بس عشان ما يكون عنده اوبشن تالت يقول لا. حاعطي مثل، انا مثلا بدي ضب اوضه القعده وبدي ضب اوضه النوم، اوكي؟ ما بيجي بقول للاولاد ضب اوضه القعده او ضب اوضه النوم، بقول لهم انتوا اختاروا، يا بتضب اوضه القعده يا بتضب اوضه النوم، انتوا اختاروا بينكم، انتوا حرين، كل وحده تختار اللي بدها اياه، انتوا نقوا، انا ما حقلكم مين بيعمل شو، انتوا لحالكم، يا بتعملوا هاي يا بتعملوا هاي، خلص تشاوروا وخدوا القرار انتوا مع بعضكم وقرروا، وانتوا حرين كيفكم، بس انا بدي اياهم على كل الاحوال يعملوها، يعني لو شو ما اخذوا قرار، بس بعطيهم حرية انه هن يحسوا حالهم انه انا قررت، ماما ما جبرتني. 9، لازم علموا انه المجتمع مختلف، مثل اختلاف الفواكه والخضرة والأكل يلي مناكله، دايما بالمجتمع في اختلافات كتيرة، بس كلها نحنا منحبها، وفي اشياء أكل نحنا ما منحبه بس موجود. هيك كمان المجتمع في اشياء منحبها في اشياء ما منحبها، بس كله موجود ولازم نتعرف عليه ونعرفه. 10، واللي هو آخر شي، لازم نعلمه إنه ما ينفعل ولا يغضب، وإنه يمسك مشاعره، وإنه يكون كتير راقي بمقابلة الإساءة بالإحسان. لازم دايما نحكي معه، وبس نحكي معه إذا بكي ليه بتبكي، إنه فهمني ليه بتبكي، أنا عم بحكيك عم نتحارج انا وياك، شغلي ما بدها بك، انا وياك عم نتفاهم، ما بدها بك الشي الشغلة، عشان يتعلم يسيطر على انفعالاته. اذا انا عم بحكي انا وياك، انت ليه معصب وعم بتعلي صوتك، ما عم بتحارج انا وياك، انا ما عم عيط، انا عم بتناقش معك. دايما نخلي عنا حوار مع الطفل حوالين مشاعره وعواطفه وأحاسيسه، علشان نوصل نحن وياه لتنمية الذكاء العاطفي، يلي هو أكيد حيأثر على الذكاء العقلي وكيف يتميز بكرة بس يكبر بين أصحابه وحتى بشغله. فهيدا كان موضوعنا لليوم، وبتمنى إنه يعجبكم ويكونوا المعلومات مفيدة. وبليز إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل. وهلا بحب إلكن، ميرسي، اي اورفوار.